شوربة الخضار بالكرفس. المقادير على الشاشة: جزر، كرفس، بصل، ثوم، ما تنسيش البسلة والكوسة، دي في المقادير. هنعمل شوربة الخضار دلوقتي مع بعض. اه الحلة كده زي الفل، والمقادير على الشاشة: بصلية ناعمة، فص ثوم حلو، هنعملها بمعلقة سمنة، ايه المشكلة، او بمعلقة زيت او بمعلقة زبدة، معلقة سمنة حلوة كده اهو زي الفل. اهي الشوربة اهي، بصلاية تحمير جيد مع تومة حلوة. عايز البصلاية تديني لون، تديني طعم عشان تنطق الخضار بتاعي بالشكل ده كده اهو اهو. شفت الحلاوة دي كده اهو زي الفل. تشكيلة الخضار بتاعها اهيت، معانا من الجزر شوية ننزل بيه الأول، ياخد تشويحة مع البصلة لأن الوقت السوى بتاعه أكبر من البسلة والكوسة. ده الجزر بتاعنا بالشكل ده كده حلو. اشوحه مع البصلية شويه وانزل عليه بالتوابل الحلوه وانا واقف. حلو. بهاراتك ايه يا عم الشيف في الشوربه دي؟ البهارات بتاعتنا بسيطه وسهله خالص، شويه ملح، شويه فلفل، شويه زعتر. شوربه البصل هي دي الكلام. شوربه البصل من المطبخ الفرنسي بتتعمل ازاي؟ بصل ابيض، بصل احمر. على فكره شوربه البصل لما تتعمل في المطبخ المصري هي طبعا معروفه في المطبخ الفرنسي، والمطبخ الفرنسي بيروح له البصل بتاعنا من هنا استيراد، عشان كده البصل بتاعنا اجود انواع البصل من ارض الطيبه مصر للامانه. فاي نوع من البصل الاحمر او الابيض يتعمل بيه الشوربه، ولكن ايهما افضل؟ شوربه البصل الاحمر افضل بكتير لانه بيلون لون الشوربه. بنبقى نحمر معلقتين دقيق مع شويه بصل متقطعين حلوين كانك بتعملي رز الصياديه، وبتحطي معلقتين من الخل البلسمك زي الفل، وبعد كده تسيبوه بيغلوا على النار، وتربطوه بمعلقه من النشا ومعلقه دقيق، وتصفيها كويس وتحطيها في قلب الخبزه الجميله الحلوه بشرائح من التوست. يا نعم عينيا، بشرائح من التوست، وشرائح التوست دي بنحط عليها جبنه. انا شغال في طبقان دلوقتي، طبق فول بالكزبرة أو فول بالكزبرية، ومعايا كمان يا شيف مغازي حاجة حلوة النهاردة، شوربة المنسترودو. وأنا شغال النظافة هي عنواني. بيقول لي عشان الصورة تطلع حلوة. شفت الجو ده كده، وانت واقفة في المطبخ بدون زحمة زي الفل. تمام، الخضار أخباره إيه؟ أهو ننزل بالبقية الخضار بتاعي. الشوربة كمان خلصت زي الفل. كوسه، جزر، بسله، عايزه تحط بطاطس اهلا وسهلا اهو اختياري. الكرفس هو طبعا اللي هيغلف لي الشوربه دي كده كده. الشوربه بتاعتي خلصت، اتشوحت كلها مع البصلايه مع التومه. عندك شوربه فراخ في الثلاجه رحابي بيها، عندك شوربه دجاج، شوربه لحمه زي ما انت عايزه. هننزل بقى هنا كده، خلصت الشوربه بتاعتي. معانا شوربه الخضار على النار في طريقها ان هي بتستوي. لازم يبقى الانسجام ما بين البسله والجزر والكوسه انسجام حلو. الجزر والكوسه يقول لك انا فيا البسله والجزر يقول لك انا فيا سكريات، بس سبحان الله السكريات اللي موجوده في البسله طعم، والسكريات اللي موجوده في الجزر طعم تاني. بسله يعني بوتاسيوم وحديد وحاجات ومغنيسيوم، اما الجزر طبعا فيتامين سي وبرده الياف لطيفه وجميله. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها مع فرسان التلفزيون المصري. ادي الشوربه بتاعتي، كرفس جاهزه. ايه الاخبار؟ ولا كلمه. فيها التوابل، فيها البهارات، كل حاجه حلوه. خدت زبايه كده اغرف. الانتاج بتاعنا بقى زي كل واحد بيشتغل، الشيف في الاخر عايز يشوف الانتاج. اهو ادي الشوربه. الله، اللي مش عايز يفطر بقى ويقول لك والله انا امبارح متسحر تقيل مش عايز افطر، شويه شوربه من دولت فيهم الياف، فيهم قيمه غذائيه عاليه جدا. اللي عنده مشاكل مع الكولون، اللي عنده مشاكل مع الحموضه، عندك الجزر الياف، الكوسه الياف، البسله اهو، الام الحامل ربنا يديها الصحه غنيه بالبوتاسيوم بتغذي الجنين في بطن امه.